السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلبات الصف الخامس، أهلا بكم مرة تانية مع الدرس الخامس والسادس في وحدتنا الخامسة، واللي بيكلمني دايما عن الرايتنج والبروجكت بتاعنا. تعالوا يلا نبتدي الكلمات. بس قبل ما نبتدي، لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. طبعا أول كلمة معنا حبايبي هي كلمة operation. operation بمعنى عملية جراحية، operation أو عملية تشغيل حبايبي، برضو بقول عليها operation. vet 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 اللي هو الطبيب البيطري. keen keen يعني متحمس أو شديد الاهتمام. teammate teammate يعني زميل في فريق عمل. computer programmer computer programmer اللي هو مبرمج حاسوب. concert concert يعني حفلة موسيقية. countryside 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 يعني ريف. teamwork 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 يعني فريق عمل جماعي. تعال حبايبي نشوف الاكسترا فوكابولري اللي هو مدهالي. عندنا كلمة sick يعني مريض. dirty يعني متسخ او غير نظيف. young young يعني صغير السن او شاب. team team يعني فريق. distance distance يعني مسافة. report 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 يعني تقرير. old 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 يعني عجوز. together 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 يعني معا. injured 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 يعني مجروح. clean clean يعني نظيف. worst 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 يعني الأسوأ. computer games computer games يعني ألعاب الكمبيوتر. office job office job office يعني وظيفة مكتبية. solving problems solving problems يعني حل المشكلات. solutions solutions يعني حلول. early 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 يعني مبكرا. information 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 يعني معلومات. science science يعني علوم. experiment experiment يعني تجربة معملية. football 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 يعني لعب كرة القدم. aim 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 يعني هدف. تعالوا نشوف حبايبي يلا الافعال اللي هو مدهالي. اول كلمة هي كلمة mind. mind يعني يمانع او يهتم، والماضي بتاعها minded minded. scare scare يعني يخيف. scared scared. dislike dislike يعني يكره. disliked disliked. agree agree يعني يوافق. agreed agreed. تعال نشوف الافعال الغير منتظمة. bring bring يعني يحضر. brought brought يعني احضر. get get. got got. think think. thought thought. meet meet. met met. win win. won won. تعالوا نشوف حبايبي يلا هم الاكسبريشنز والبربوزيشنز اللي هو مدهني. عندنا كلمة get sick يعني يصبح مريض او يصاب بمرض. I'm used to it I'm used to it I'm used to it يعني انا معتاد على ذلك. work with work with يعني يعمل مع. I don't mind I don't mind يعني انا لا امانع. get out of bed get out of bed get out of bed يعني ينهض من السرير. make friends يعني كون صداقات. work out the best solutions work out the best solutions يعني يستنبط افضل الحلول. the aim of يعني الهدف من. to make better يعني لتجعل افضل. the worst part of the worst part of يعني الجزء الأسوأ فيه. I'm not keen on I'm not keen on I'm not keen on يعني لست متحمسا لي. تعالوا حبايبي يلا نشوف أول كويز مدهلنا على الكلمات. عندنا كلمة scare يعني يخيف. عندنا كلمة operation يعني عملية جراحية. عندنا كلمة vet يعني طبيب بيطري. عندنا كلمة worst يعني الأسوأ. number one bully my pet يعني حيوان المدلل is sick يعني مريض. it needs an أكيد it needs an operation يعني حبايبي محتاج عملية. تاني it needs an operation يعني محتاج عملية. number two بولي a helps animals get better مين اللي بيساعد الحيوانات انها تبقى افضل؟ اكيد a vet يعني الطبيب البيطري. number three بولي the dogs me so I don't like playing with them بقول ان الكلاب ايه عشان كده ما بحبش العب معاها اكيد بتخوفني. يبقى the dogs scare me scare me يعني بتخوفني. تعالوا نشوف حبايبي يلا الموضوع بتاعنا واللي بيتكلم لي عن رنا. ورنا دي فيت يعني طبيبة بيطرية.
بتقول my name is Rana، يعني أنا اسمي رنا. I work with animals، يعني أنا بعمل في مجال الحيوانات أو مع الحيوانات. And I love my job، وبحب طبعا وظيفتي. If animals are sick or injured، يعني لو الحيوانات دي حبايبي مريضة أو مصابة. I help to make them better، يعني بساعدهم إنهم يكونوا أفضل. Some days I work inside and people bring their animals to me، يعني أحيانا بشتغل بالداخل وكمان الناس بتحضر لي الحيوانات لغاية عندي. If an animal needs an operation the room has to be very very clean، طبعا لو في حيوان محتاج عملية حبايبي فالغرفة لازم تكون متعقمة، يعني لازم تكون نظيفة جدا جدا. On other days، يعني في أيام أخرى. I go to people's houses or farms to check on the animals، يعني بروح لبيوت الناس أو للمزارع بتاعتهم عشان أتأكد من صحة الحيوانات. It can be very dirty in some places but I don't mind، يعني ساعات بيبقى الجو متسخ في بعض الأماكن لكن أنا لا أمانع. I lived on a farm when I was younger، يعني أنا كنت عايشة في مزرعة لما كنت صغيرة. So I'm used to it، يعني أنا متعودة على كده، يعني متعودة أن في حاجات ممكن ما تكونش نظيفة. And I love the countryside، وبصراحة أنا بحب الريف جدا. What's the worst part of the job، يا ترى ما هي أسوأ شيء في الوظيفة؟ It's when an animal gets sick in the night and I have to get out of it، لما الحيوان بيمرض حبايبي بالليل وأنا بضطر أن أنا اصحى من النوم واروح عشان اعالج الحيوان ده. تعالوا نشوف حبايبي بقى الموضوع التاني، واللي بيكلمني عن شريف، وشريف ده كمبيوتر بروجرامر، يعني مبرمج كمبيوتر. بقول هلو اي ام شريف، اهلا انا شريف. وانا واز يونج، يعني لما كنت صغير. اي نيو، يبقى كلامي كده في الماضي حبايبي. اي didn't want to work with animals، يعني انا ما كنتش عايز اشتغل في مجال الحيوانات. they scare me، بصراحه بيخوفوني. I'm not keen on، وانا keen on حبايبي معناها مهتم بي. Being outside، يعني أنا ما بحبش أكون برا في الخارج. So I wanted an office job، يعني أنا كنت عايز وظيفة مكتبية. When I was young، لما كنت صغير. I loved playing computer games، كنت بحب ألعب ألعاب كمبيوتر. I also really enjoy solving problems، يعني كنت بحب حبايبي حل المشكلات. So in my job I do both، يعني في مجالي أنا بعمل الحاجتين الاتنين، ألعب ألعاب وكمان بحل المشاكل. I also enjoy working with other people، بستمتع بالعمل مع الآخرين. There are 16 people in my team، يعني في 16 شخص في الفريق بتاعي. We don't always agree، يعني احنا مش على طول متفقين. But we work out the best solutions، بس منطلع أفضل الحلول. مهم جدا بقى حبايبي اللي جاي ده، لأنه بيقولي لما تيجي تفكر تكتب عن الوظيفة أو تفكر في الوظيفة اللي انت عايز تأديها في المستقبل، لازم تفكر في ايه بالظبط قبل ما تختار الوظيفة دي. بيقولي when you are thinking about a job، يعني لما تكون بتفكر في وظيفة. it's important to think about what you like and dislike، لازم تفكر كويس جدا في الحاجات اللي انت بتحبها والحاجات اللي انت برضو مش بتحبها. Number one، being indoors or outdoors، يا ترى بتحب الوظيفة دي تكون في مكان مقفول، يعني مغلق الناس بتجيلك فيه، يعني شكل الوظائف المكتبية، ولا outdoors ولا برا؟ انت لازم عشان تشتغل الوظيفة دي لازم تخرج برا وتروح لأماكن معينة. Traveling long distances، هل انت بتحب تسافر مسافات طويلة ولا ما بتحبش تسافر مسافات طويلة؟ Getting up very early، getting up very early يعني الاستيقاظ مبكرا، يا ترى بتحب تستيقظ مبكرا ولا لا؟ Writing reports، يا ترى بتحب تكتب تقارير ولا مش بتحب؟ Meeting talking to new people، يا ترى بتحب تتقابل مع ناس جديدة او تتكلم معاها ولا لا؟ يبقى لازم الخمس حاجات دول حبايبي افكر فيهم كويس جدا قبل ما اقرر ايه الوظيفة اللي انا محتاجها. ترى بحب اشتغل برا ولا جوا؟ ترى بحب اسافر مسافات طويلة ولا لا؟ استيقظ بدري ولا لا؟ اكتب تقارير ولا لا؟ اقابل ناس واتكلم معاهم والناس دي جديدة ولا لا؟ تاني شيء حبايبي، لازم افكر كويس جدا في الحاجات اللي انا جيد في ادائها ومش جيد في ادائها، حاجات انا كويس اعملها وحاجات انا ما ببقاش جيد فيها. يعني بيقول it's also important to think about what you're good at and what you're not so good at، يعني الحاجات اللي انت كويس فيها ومش كويس فيها. شكل ايه مثلا حبايبي؟ قال لي like solving problems، يا ترى انت جيد في حل المشكلات ولا لا؟ helping sick people or animals، يا ترى هل انت جيد في مساعدة الناس المرضانة او الحيوانات التعبانة ولا لا؟
making new friends هل انت كويس في تكوين صداقات ولا لا؟ working in a team يا ترى هل انت جيد في العمل مع فريق ولا جيد في العمل بمفردك؟ reading lots of information يا ترى هل انت جيد في قراءة الكثير من المعلومات ولا مش جيد؟ يبقى لازم افكر كويس جدا حبايبي في الحاجات دي، ويا ترى انا جيد فيها ولا مش جيد فيها. تعالوا بقى حبايبي، هنا بيقول لي how to write about your future job، ازاي لما يجي يقول لي اكتب باراجراف عن وظيفتك المستقبلية، عايز تأدي اني وظيفة في المستقبل، يا ترى ايه الحاجات اللي انا المفروض اكتبها وتبقى رئيسية عندي في كتابة الموضوع ده. مديني مثال، بيقول لي my future job يعني وظيفتي المستقبلية، فلازم اكتب في الاول when I'm older يعني لما اكبر في السن، I want to be a يعني انا عايز اكون ايه. هنا بقى هكتب حبايبي الوظيفة، الوظيفة اللي انا عايز اديها في المستقبل، يعني when I'm older I want to be a teacher، عايز اكون مدرس، when I'm older I want to be a scientist، when I'm older I want to be a doctor، when I am older I want to be an engineer، على حسب حبايب الوظيفة اللي انت عايز تأديها. because طب وهتأديها ليه؟ طبعا لو انا مثلا قلت دكتور بحاول because I like helping people، انا بحب مساعدة الناس، I like helping sick people يعني بحب مساعدة الناس المريضة، I think this is a good job for me because I like، هرجع تاني اقول اعتقد ان هي وظيفة جيدة بالنسبة لحبايبي لاني بحب، اكيد برضو هجيب حاجة من اللي انا بحبها وتخليني اكون دكتور، يعني مثلا ممكن اقول I like working outside يعني بحب العمل بالخارج، I like writing reports يعني انا بحب كتابة التقارير. طيب هبدأ اقول انا بستمتع بيه، I'm good at يعني انا جيد فيه، طبعا I'm good at solving problems مثلا حل المشاكل، I'm good at helping sick people يعني جيد في مساعدة الناس المريضة، and I enjoy وبستمتع، ممكن بقول مثلا بستمتع ان انا اشتغل في فريق، بقول and I enjoy working in a team يعني بستمتع بالعمل في فريق. طيب ببدأ بقى اقول انا مش عايز اكون وظيفة تانية لي، يعني مثلا اقول I don't want to be a teacher يعني انا مش عايز اكون مدرس، because I'm not good at teaching students يعني انا مش جيد في تدريس الطلاب، also I don't really enjoy يعني انا كمان مش بستمتع بيه، ممكن اقول مثلا reading lots of information يعني قراءة الكثير من المعلومات. يبقى اذا يا حبايبي قلت لما اكبر عايز اكون ايه، وديت السبب، وبعدين قلت ليه انا هكون جيد فيها، وبعد كده قلت انا مش عايز اكون ايه وبرضو لاني مش جيد في ايه، وكمان لاني لا استمتع بايه في الوظيفة اللي انا مش عايز اديها دي. تعالوا نشوف حبايبي صفحة 267 واللي بيكلم لي فيها عن التيم ورك. التيم ورك حبايبي اللي هو العمل الجماعي. نمبر 1 بقول I work in a team يعني انا اعمل في فريق، and science يعني في العلوم، when we're doing an experiment يعني لما بنيجي نجري تجربة يبقى اكيد بشتغل مع فريق بالكامل، I work in a team when I'm playing football ده طبعا بيشتغل مع فريق، بيعمل مع فريق لما يجي يلعب كورة، يبقى دي كلها لان اصلا لعبة كرة القدم حبايبي دي لعبة جماعية يعني لازم اتعاون مع الفريق. طبعا حبايبي نمبر 3 البنت دي بتقول I work in a team when I help mom in the kitchen at home، طبعا لما بساعد ماما في البيت يبقى انا كده برضو بعمل في فريق. نمبر 4 بيقول I work in a team for the school concert يعني انا بعمل في فريق من اجل الحفل الموسيقي المدرسة. بيقول حبايبي when you work in a team you work with other people to do something together، بيقول لما بتعمل في فريق بتعمل مع مجموعة تانية من الاشخاص عشان تعملوا شيء مع بعض. For example على سبيل المثال the aim of a football team is to win، طبعا الهدف الرئيسي من فريق كرة القدم هو يكسب. You work with your teammates to do this يعني انت بتعمل مع باقي زملائك في الفريق عشان تؤدي الوظيفة دي عشان تكسبه. You can't win a football match by yourself، عمرك ما هتكسب ابدا مباراة كرة قدم بمفردك. تعالوا نشوف حبايبي يلا general exercises اللي هو مديها لي على الدرس الخامس والسادس. اول سؤال حبايبي مديني الكلمات better يعني افضل، animals يعني حيوانات، sick يعني مريض، operation يعني عملية جراحية، biography يعني سيرة ذاتية. بقول my name is Reem يعني انا اسمي ريم، I'm a vet يعني انا طبيبة بيطرية، I work with A and I love my job، اكيد I work with animals يعني انا بعمل في مجال الحيوانات. If animals are or injured I help to make them A، اكيد لما الحيوانات بتكون مريضة
أو مصابة. يبقى if animals are sick or injured I help to make them a kid better. يعني أنا بخليهم أفضل. Some days I work inside and people bring their animals to me. If an animal needs the room has to be very clean. طبعا أكيد لو الحيوان محتاج عملية يبقى an operation. Operation حبيبي بمعنى عملي. أكيد الغرفة لازم تكون نظيفة جدا جدا. تعال نشوف حبيبي السؤال التاني, هو سؤال التوصيل. بيقول لي think about traveling. طبعا واحنا بنفكر في الوظيفة لازم نفكر في السفر لمسافات طويلة, فأقول think about traveling. برافو عليكو. long distances يعني مسافات طويلة. number two بيقول it can be very dirty يعني ممكن يكون متسخ جدا. فيني مكان حبيبي؟ أكيد in barns. in barns حبيبي في حظيرة الحيوانات. barn اللي هي حظيرة الحيوانات. نمبر 3 بقول I love solving. أكيد أنا بحب حل إيه؟ هتقول لي حل المشاكل, يبقى solving problems. نمبر 4 بقول I work in a team when. بقول لي أنا بعمل في فريق. when إيه؟ أكيد when I'm playing football, لما أكون بلعب حبايبي كرة قدم, يبقى أكيد دي نمبر 4. I help mom in the. أكيد أنا بساعد ماما فين؟ هتقول لي في المطبخ في البيت, يبقى in the kitchen at home. تعالوا نشوف حبايبي السؤال الثالث وسؤال الترتيب. بيقول لي of the football the aim to win is team. طبعا عايز اقول هدف فريق كرة القدم ان هو يكسب, فاذا هقول the aim of the football team is to win. يعني الهدف من فريق كرة القدم حبيبي ان هو يكسب. number 2 add good I am new friends making. طبعا عارفين ان good add بيجي وراها verb plus ing, فهقول انا جيد في تكوين صداقات. I am good at making. طبعا هنا الاصدقاء قبلها كلمة new, يبقى new friends يعني انا جيد في تكوين صداقات جديدة. number 3 won't be I to biologist. عايز اقول انا اريد ان اكون عالم احياء, فاذا هقول I want to be a biologist. هنشوف حبيبي number 4 a scientist would you to be like. طبعا عايز اقول له هل تريد ان تكون عالم, يبقى هقول اكيد would you like to be a scientist, يعني هل تريد ان تكون عالم. number 5 عندنا out he solutions best the works. طبعا حبايبي عايز اقول ان هو بيستنتج افضل الحلول, فإذا هقول he استنتج حبيبي اسمها works out the best solutions, يعني هو بيستنتج أفضل الحلول. تعالوا نشوف حبيبي السؤال الرابع في صفحة 269. بقولي hello I'm Ahmed when I was young I knew I didn't want to work with animals. ما كنتش عايز اشتغل في مجال الحيوانات لما كنت صغير. they scare me, كانوا بيخوفوني. I'm not keen on being outside, وكمان ما بحبش أبقى خارج المنزل. So I wanted an office job, كنت عايز وظيفة مكتبية. When I was young I loved playing computer games, كنت صغير كنت بحب ألعاب الكمبيوتر. I also really enjoy solving problems, كنت بحب حل المشاكل. So in my job I do both, في وظيفتي أنا بعمل الاتنين. I also enjoy working with other people. There are 16 people in my team. We don't always agree. يعني احنا مش على طول متفقين. But we work out the best solutions. بنستنتج افضل الحلول. number 1 بولي احمد didn't want to work with. احمد ما كانش عايز يشتغل في مجال ايه؟ اكيد animals. الحيوانات. number 2 بولي احمد loved playing games when he was young. اكيد computer games. computer games حبيبي اللي هي العاب الكمبيوتر. number 3 بولي احمد works in a. يعني احمد بيشتغل في ايه؟ اكيد in a team, يعني في فريق.
تعال نشوف نمبر 4 بيقولي what does the underlined pronoun they refer to. they حبيبي اللي في القطعة لما قال they scare me يعني هم بيخوفوني اكيد عايدة على animals يعني animals حبيبي الحيوانات. طب نمبر 5 بيقولي what do احمد and his team do. يعني احمد وفريقه بيعملوا ايه. قال لي طبعا ان هم بيستنتجوا افضل الحلول. يبقى هقول they work out the best solutions يعني حبايبي بيستنتجوا افضل الحلول. تعال حبايبي يلا نشوف السؤال الخامس. هو سؤال اختياري بيقول نمبر 1 I'm playing A in a team. طبعا هلعب ايه في دول حبايبي في فريق. اكيد طبعا التشيس ما بتلعبش في فريق هو واحد بس فعشان كده هقول فوتبول كرة القدم. نمبر 2 بيقول I enjoy new friends. طبعا enjoy بيجي وراها verb plus ing. طب يعني ايه تكوين صداقات جديدة اسمها making new friends. نمبر 3 بيقول it's a to think about working in a team. طبعا اكيد حبايبي it's important يعني من المهم ان تفكر في العمل في فريق فاكيد هقول it's important to think about working in a team يعني من المهم ان تفكر في العمل في فريق. نمبر 4 بيقول a vet helps animals to get better. افيت اللي هو الطبيب البيطري حبايبي helps mean animals اكيد هيساعد الحيوانات انها تتحسن اكيد sick animals. sick animals حبايبي اللي هي الحيوانات المريضة. thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. استنونا في الحلقة الجاية مع حل باقي تمرينات الوحدة بعد ما خلصنا كده شرحها من اول الدرس الاول لغاية الدرس السادس. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. جود باي. السلام عليكم.